مدينة حلب. هو الرجل الذي يؤمن بسلاح الإعلام، هو الذي أثبت للعالم أن هناك بون شاسع بين الإسلام والإرهاب. أسمع الصوت العربي من قلب هوليوود، صاحب تحفة سينمائية تحكي للعالم قصة الرجل الذي صار أمة، صاحب الرسالة بلسان عربي وأعجمي. هو المخرج الذي لقب بقيصر التصوير، مصطفى العقاد رحمه الله. ولد مصطفى العقاد في الفاتح من جويليا سنة 1933 في مدينة حلب من أم تركية وأب سوري. غرس في أولاده حب الدين الإسلامي، دين الرحمة والسلام. كان منذ صغره يهيم بعالم السينما والتصوير، وكان يقوم بتصوير إخوته وبعض الأصدقاء وتحميض صورهم في المنزل. وليس هذا فقط، بل قام بإخراج فيلم سينمائي قصير عن أبناء حارته بأجهزة بدائية، وكانت له نشاطات مسرحية في المدرسة ذاع صيته من خلالها. أكمل دراسته الثانوية بتفوق في اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وكان يحلم منذ صغره أن يصبح مخرجاً سينمائياً في هوليوود. لذلك عمل في البنك البريطاني ليجمع مبلغاً يستطيع أن يسافر به إلى أمريكا، وكان يشتري كتب الإخراج الأمريكي ويطالعها في البيت. لكن الجميع سخروا منه ومن حلمه الكبير، ورغم أن والده في البداية لم يسمح له بالسفر إلى أمريكا وكان يرفض فكرة العمل في مجال الإخراج، إلا أنه شجعه في الأخير على تحقيق حلمه. اصطحبه والده إلى بيروت، وفي المطار قبل أن يغادر إلى أمريكا قدم له مصحفاً و200 دولار، ثم انطلق العقاد محلقاً في السماء. اشتغل بوظائف عدة ومر بلحظات عصيبة. التحق بجامعة كاليفورنيا لدراسة الإخراج والإنتاج السينمائي. خلال دراسته قام بإعداد فيلم عن قصر الحمراء ذو العمارة الإسلامية، نال الجائزة الأولى في الجامعة وتخرج منها العقاد بتفوق. كان رئيساً لاتحاد الطلبة الأجانب ويتمتع بشعبية كبيرة. كان يعتز بانتمائه العربي ويقول: أنا مسلم سوري عربي. يا تزوج العقاد في حياته مرتين، له من الأبناء طارق ومالك وزيد، وكانت لديه بنت واحدة توفيت معه في انفجار عمان. بعد تخرجه عمل العقاد مساعداً للمخرج العالمي ألفريد إيتشكوك. أكسبه هذا العمل خبرة وتجربة استفاد منها في أعماله فيما بعد. بعد عودته من أمريكا مكث في بيروت وفتح مكتباً لإعداد فيلم الرسالة. وذكر العقاد في أحد لقاءاته أن فكرة الفيلم جاءت من أجل تعريف أولاده بالدين الإسلامي، لأن فيلم الرسالة يشرح الإسلام، وشعر كذلك أن عليه مسؤولية كبيرة لتعريف العالم الغربي بالإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله لمدة 5 سنوات وهو يبحث عن تمويل
وفي الأخير تحصل على دعم ثلاثي من ليبيا والمغرب والكويت. قبل إخراجه لفيلم الرسالة استشار العقاد علماء الأزهر كي لا تكون المشاهد مخالفة لتعاليم الإسلام، وتمكن من الحصول على ختم الموافقة على صفحات السيناريو. تم تصوير المشاهد الأولى من الفيلم في المغرب ورحب به الملك الحسن الثاني، واستطاع العقاد أن يصور لمدة 6 أشهر إلى أن استدعى الملك مصطفى العقاد ليخبره بأن التصوير يجب أن يتوقف بضغوط من أطراف سعودية ظنت أن الفيلم سيسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، خصوصاً أنه في البداية كان بعنوان محمد رسول الله، ونشرت الصحافة بالبنط العريض فيلم محمد رسول الله بطولة أنتوني كوين، وهو ما أعطى انطباعاً سيئاً. لكن العقاد كان مصراً على إنجاز فيلمه وسافر لمقابلة الزعيم الليبي معمر القذافي ليواصل التصوير في ليبيا، وحين عرض عليه بعض المشاهد من الفيلم فتح له الصحراء وأعطاه مبالغ إضافية أخرى لإعادة بناء الديكور ومستلزمات التصوير. نجح العقاد في الانتهاء من تصوير الفيلم في ليبيا سنة 1976 بنسختيه العربية والإنجليزية، لكن المفاجأة أن الفيلم منع عرضه في جميع الدول الإسلامية. وليس هذا فقط، بل الغريب أن العقاد اضطر لاتخاذ حرس شخصي لحمايته، لأن المسلمين السود في واشنطن بعد عرضه في دور السينما قاموا باحتجاز رهائن لإجبار السلطات على توقيف الفيلم، واستدعى مكتب التحقيقات الفيدرالية المخرج مصطفى العقاد. أوقف عرض الفيلم لفترة من الزمن، ثم نجح العقاد في إقناع المسلمين الذين كانت غالبيتهم من الهند وباكستان بمشاهدة الفيلم أولاً ثم الحكم عليه، وكانت النتيجة أن وقفوا جميعهم أمام شاشة السينما في آخر مشهد لصلاة المسلمين عبر العالم. كان مشهداً حياً أبكى العقاد عندما رأى مدى تأثر الناس بفيلمه. وجدت المسلمين بالصالة، لأنه آخر الفيلم كان في مشهد الركعة، ركعة صلاة يصليها جميع أنحاء العالم، في جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، قط من السودان إلى الفلبين إلى المسلمين يصلوا ركعة واحدة. شفت كل القاعدين بالصالة قاموا من كراسيهم وراحوا إلى أمام الشاشة ووقفوا، صاروا يصلوا مع الشاشة. أنا هون نزلت دمعة من عيني. ثم ترجاه بعض المسلمين أن يغير اسم الفيلم، لأن الإشهار له يقتضي أن يكتب اسم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار حانات وقاعات لا تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، واسمه يستحيل أن يهان. فوافق العقاد، وكان الاسم المعروف إلى اليوم الرسالة. ثم بدأ الفيلم يعرض تدريجياً في الدول العربية إلا مصر رغم موافقة الأزهر، لكن الناس رغم ذلك شاهدوه عبر أشرطة الفيديو. من أطرف المواقف التي مرت بالعقاد خلال التصوير أن الممثلين العرب لم يتركوا وحشي يمر ليقتل حمزة، وأعيد المشهد 3 مرات. ترجم الفيلم إلى 30 لغة، وأسلم بعد عرضه 20,000 شخص عبر العالم. ثم قام العقاد بإخراج سلسلة من أفلام الرعب هالوين سنة 1978 للحصول على المال لإنتاج أفلام تخدم قضايا أمته. ولم يتوقف عند هذا النجاح، بل قام بإخراج فيلم أسد الصحراء عمر المختار سنة 1980 تروي قصة نضال الشعب الليبي ضد الاحتلال الإيطالي. يذكر ابنه أنهم عرضوا عليه الملايين ليتخلى عن فيلم عمر المختار، لكنه لم يوافق. لم يتوقف العقاد وفكر في إنتاج فيلم جديد عن صلاح الدين الأيوبي، لكنهم وضعوا العراقيل لمنعه وصده، وبقي حلمه معلقاً باغتياله في 9 نوفمبر سنة 2005 بالأردن.
مات العقاد ولكن أعماله العبقرية أبدا لن تموت. محمد messenger of God. Who gave him this authority? God sent Muhammad as a message mankind. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة. أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا،